ضرورة توافق كل القرارات مع مبدأ المشروعية، أبرز ما أكد عليه القضاة خلال ندوة نظمتها حملة إنقاذ مخرجات المعهد العالي للقضاء، مشيرين إلى أن القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى لا تتوافق مع المصلحة العامة حسب وصفهم. قرار مجلس القضاء يفترض فيه أن يكون متطابقا مع القانون، وقانون المعهد العالي للقضاء هو له أهداف، يعني إنه يكون قضاة حكم، وللأسف إنه هذا القرار هو تعارض مع قانون حدد الهدف من وجود مجلس معهد القضاء والمادة العلمية التي يقدمها. يعني الأوراق المقدمة من القضاة شددت على ضرورة أن تتسم قرارات المجلس بما يخدم الصالح العام والمشروعية القانونية للأحكام والقوانين النافذة، واصفين إجبار القاضي العمل في النيابة بالمخالفة للقانون ولن تخدم فاعلية النظام القضائي. إن هذا القرار يجب العدول عنه من أجل المصلحة العامة للعدالة، لذلك فإنه يجب أيضا أن يتم اتخاذ أنظمة غير هذه، أنظمة ترتقي بالعدالة إلى ما هو أنسب. منظم الندوة أكدوا مواصلة فعاليتهم حتى إلغاء هذا القرار الذي وصفوه بالمجحف، مناشدين المجلس الأعلى للقضاء إعادة النظر في القرار. أتمنى من مجلس القضاء الأعلى أن يعيد النظر في هذا القرار بما يتناسب مع الواقع القضائي، وأنه إذا ما استمر المجلس في على قراره قد يكون في المستقبل عائقا عن تحقيق العدالة. وأعتقد أن العائق الأهم هو عدم توفر الكادر القضائي في المحاكم. الندوة خلصت إلى العديد من التوصيات والمطالب الداعية إلى حماية المركز القانوني لخريجي المعهد العالي للقضاء والعدول عن الاجتهادات في القرارات الإدارية الصادرة عن المجلس والذي أجازته مواد القانون القضائي. يحيى الهادي، اليمن اليوم، صنعاء.